أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بإحالة وكيل مساعد إلى النيابة العامة للتحقق من شهادته العلمية. كما أمر سموه الجهات الحكومية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة بالتدقيق الشامل على شهادات جميع حاملي المناصب العليا في الحكومة ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الخدمة المدنية. أكد سموه بأننا ماضون وبعزم نحو تحقيق أهداف المسيرة التنموية شاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من خلال مواصلة بناء الدولة وتطوير مؤسساتها على أسس من العدالة والحرية والانفتاح والديمقراطية مهما أخذ ذلك منا من الجهد والوقت. شدد سموه بأن مبدأ العدالة متكامل الأركان وشامل المدى ويكفل حقوق المواطنين ويستلزم واجب احترام تطبيق القانون وأحكامه، فكما يضمن لجميع أبناء البحرين الحق في نيل الفرص بتكافؤ وممارسة دورهم في بناء المجتمع ونهضته والحصول على مختلف الخدمات، فإنه يعزز كذلك أمن واستقرار المجتمع.